مباراة كانت جد معقدة، لأن عارفين الوضعية اللي فيها أولمبيك خريبكة في البطولة، يعني كان عندهم أمل أنهم يخرجوا من المباراة بواحد النتيجة يعني إيجابية اللي ترجع لهم المورال وكل شيء. عرفناها تكون معقدة، ولكن كنظن أن جولة الزيرو غادي تخلينا نوعا ما نخوضوا مباراة الإياب إن شاء الله بارتياح، ماشي ارتياح تام، ولكن هتسهل علينا المأمورية إن شاء الله.